السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ، من فضلك اضغط اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو ليصلك كل جديد. نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا تطرقت فيه لحادثة اختطاف المعارض السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في العاصمة التركية إسطنبول. وقالت صحيفة في تقريرها ترجمته عربي 21 إن هذه الحادثة أثارت مخاوف من أن خاشقجي قد يكون مختطفا من النظام السعودي. والجدير بالذكر أن خاشقجي انتقد سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأشارت الصحيفة إلى أن خاشقجي توجه ثلاثة للسفارة السعودية بإسطنبول برفقة خطيبته خديجة جينكيز للحصول على وثيقة تثبت طلاقه من زوجته السعودية حتى يتمكن من الزواج ثانية في تركيا، إلا أنه لم يخرج من المبنى منذ ذلك الوقت. وفي هذا الصدد قالت خديجة: لا أعرف ما الذي يحدث، ولا أعرف إن كان في الداخل، ولا أعرف إن كان في الداخل أم أنه أخذ إلى مكان آخر. نحن نريد أن نعرف مكانه وأن يخرج من القنصلية بطريقة آمنة وسلمة بالطريقة ذاتها التي جاء بها إلى تركيا. من جانب آخر قال توران كيسكلاش من المركز التركي العربي للإعلام الذي كان يساعد خديجة إنه يعتقد أن خاشقجي ما زال في داخل المبنى. وأضاف كاشكلاج إن جمال لم تكن تساوره أي مخاوف من السلطات السعودية قبل دخوله، كما نعتقد أنه سيطلق سراحه في غضون يومين. وأوردت الصحيفة أن السلطات التركية اتصلت بنظيرتها السعودية وحذرتها من أن قوات الأمن قد أحاطت بالقنصلية، وتجدر الإشارة إلى أن خاشقجي ترك هاتفه لدى خطيبته خديجة وطلب منها الاتصال بقوات الأمن في حالة لم يخرج من القنصلية. وقد قال صديقا للكاتب إن السفارة في جميع أنحاء الشرق الأوسط تطلب بشكل روتيني عدم دخول بالهواتف كإجراء أمني وقائي. وأشارت الصحيفة إلى أن خاشقجي البالغ من العمر 59 سنة كان يشتغل منصب مستشار حكومي، واختار الولايات المتحدة منفى له لتجنب اعتقاله بعد انتقاده لسياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتدخل الرياض في الحرب اليمنية. وكان خاشقجي يعارض السياسة السعودية تجاه قطر وكندا فضلا عن حملة القمع المسلطة على وسائل الإعلام والنشطاء. ونقلت الصحيفة تصريحا صديق خاشقجي غالبا دلالي الذي عبر عن قلقه من إمكانية تعرض المعارض السعودي للتعذيب، حيث قال: نحن قلقون للغاية، خاصة أنه لا سيادة للقانون في السعودية، إن حياته في خطر، وكل ذنبه أنه كتب بعض المقالات في صحيفة واشنطن بوست. نحن نمر بوقت عصيب للغاية، علما بأنه لم يتم القبض على لأي سبب محدد. لقد علموا أنه في إسطنبول وأنه كان قادم إلى القنصلية للحصول على بعض الأوراق، وبالتالي أعتقد أنهم كانوا مستعدين لذلك واغتنموا الفرصة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.